تعد حمية اللحوم واحدة من الحميات الغذائية التي تثير الجدل بين خبراء التغذية والمجتمع الصحي. سنتعرف اليوم إلى مزاياها وعيوبها وكيف تؤثر على صحتنا العامة، ولذلك نرحب بميرنا مهنا الاختصاصية في التغذية العلاجية في مركز ماربل الطبي. صباح النور وأهلا بك. أهلا فيك، صباح الورد. حمية اللحوم بحد ذاتها يعني الاسم ربما ممكن يثير الجدل، إنه 100%. يعني خبرينا عنا إذا بدك كمان عن لماذا شاعت هذه الحمية، وهل هي فعلا ممكن تكون حمية غذائية مفيدة؟ تمام. هلأ بالنسبة لحمية اللحوم أو مثل ما تعرف عليها آخر فترة هي الكارنيفور داي، تعتبر من أنظمة الترند كتير آخر فترة. وأغلب الأشخاص عم بيجي عندي على العيادة بمركز ماربل عم بيحكولنا أنه حابين، سمعنا كتير عن الكارنيفور دايت وبدنا نجربها، وسمعنا أنه كتير بتنزل بالوزن. هلأ هي يعني تندرج تحت الأنظمة الغذائية القليلة جدا جدا بالنشويات، أو تعتبر هي يعني تقريبا معدومة من النشويات. تندرج تحت الأنظمة الكيتونية أو الكيتو دايتس، ولكن هي تعتبر أصعب بكتير. إذا إحنا بدنا نيجي لحتى بس نفرق بينهم كنسب، الكيتو دايت بيكون كنسب 75% منه دهون، 20% بروتين، وبيكون 5% نشويات. ففي عنا نشويات من بعض أنواع الفواكه الخضار، فبدخل بعض أنواع النشويات. أما بالنسبة للكارنيفور دايت أو نظام اللحوم، فهو يعتبر نحن مننزل تقريباً ليوصل نسبة النشويات لصفر بالمية. يس، فبكون تقريباً 70% من الدهون و 30% من البروتينات، ويعتبر عالي بالبروتين وعالي جداً بالدهون. هلأ أنا كأخصائية تغذية بصراحة دائماً بحكي إذا الكيتو بده فهم ودقة قبل ما الشخص يعمله ومراقبة، فالكارنيفور دايت أو نظام اللحوم بده فعلياً احترافية ومراقبة أشد من نظام الكيتو. شو بتقصدي احترافية وشو بتقصدي بمراقبة؟ هلأ بالنسبة يعني الكيتو دايت، في حال إذا الشخص عمله بدون مراقبة أو بدون فهم أو أخذ كميات دهون كتير عالية بدون مثلاً ما ينتبه على النسب الصحيحة، أكيد هذا الشيء حيأثر سلباً على صحته. ولكن بالنسبة للكارنيفور دايت، إذا تاخذ أو بطريقة خاطئة أو نعمل بطريقة خاطئة، ممكن هذا الشيء يدمر جسم الإنسان، لأنه مساوئه فعلياً أكتر بكتير من الفوائد تبعته. شو هي مساوئه؟ هلأ مثلاً دغري عم بنتبه أنه هل ممكن الإنسان يأكل لحوم لمدة مثلا ايام متواصله؟ وبنعرف انه عاده بالتوازن من يعني في توازن لازم يكون 100%. يعني هل نحرم حالنا من مواد غذائيه نحن بحاجه لها، ان كان النشويات من او البقوليات او الخضار او لنتناول فقط اللحوم بس، فعليا وين خطره اذا ما تمت مراقبته؟ هلا بالنسبه ل بس عشان نعرف انه الكارنيفور دايت، اذا بنيجي نحكي كاصناف غذائيه، هو فقط احنا مسموح ناكل اللحوم، الدواجن، الاسماك، واعضاء الحيوانات. وفي بعض النظريات انه اشخاص معينين كتاب بدعموا انه فينا ندخل نحن بعض انواع المنتجات الالبان والاجبان، بتكون اللي هي اللو لاكتوز ديري برودكتس القليله بسكر الحليب، مثل مثلا نحكي الهيفي كريمز، الكريمه الثقيله، الزبده، والاجبان الثقيله بتكون. هلا طبعا ما في خضار، ما في فواكه نهائيا، ما في حبوب، ما في بذور، حتى بعض انواع الفطريات مثل المشروب ممنوعه بهذا النظام. اضراره، هذا اول شيء، انه احنا فعليا ما بناخذ الفيتامينات والمعادن، خصوصا فيتامين سي الجسم بيحتاجه بكميه جيده لصحه الجسم. فبعد يعني لفتره كثير طويله هذا الشيء ممكن يسبب لنا مشاكل، طبعا اكيد فيتامين ديفيشنسيز، انه نقص بالفيتامينات والمعادن. حيصير في عنا بسبب قله طبعا او تقريبا الالياف بهذا النظام معدومه، فحيصير في عنا مشاكل ب الهضم، الامساك شديد، حتى في اشخاص بصير في عندهم مشاكل كقرحه المعده وقرحه الامعاء. حتى الاشخاص طبعا اللي بياخذوا كميه بروتين هائله، خصوصا انه بيعتمدوا على اللحوم، فاغلبها بتكون ساتشوريتد، اللحوم الحمراء بتكون ساتشوريتد فات او تحتوي على دهون مشبعه بكميه كثير كبيره. تناول هاي الكميات لفتره كثير طويله هذا الشيء ممكن يسبب عندنا ارتفاع اكيد بالكوليسترول، بال دي ال هي الكوليسترول الضار، كمان بيرفع عندنا الترايجليسيرايد هي الدهون الثلاثيه. واذا نطبق بطريقه خاطئه رح يرفع لنا كل هاي الشغلات مره واحده بفتره كثير قصيره. هذول طبعا مع الوقت ممكن يسبب لنا كمان مشاكل بالقلب طبعا اكيد، وانسداد بالشرايين. عشان هيك انا دائما بدقق بصراحه انه هيك انظمه غذائيه في حال كانت صحه الشخص بتسمح دائما لازم تكون تحت مراقبة أخصائي تغذية وبعد عمل تحاليل معينة. حتى أنا كأخصائية تغذية صراحة يعني ما بتفي بس بالتحاليل،
بحب كمان اشوف الهيستوري تبع الشخص وعائلته، صحيح. هل في عنده مثلا ضغط، هل في عنده في كوليسترول، تاريخ مع الضغط العالي، في كوليسترول، لانه رح تكون هيدي تريجر او يعني محفزات انه تصير المشكله. طب هون عندي سؤال كمان ميرنا، يعني لطالما هالمساوئ يعني واضحه وكثير سهله انها تصير، كيف تم تسويق هيدا النظام وليش اخذ هذه الشهره؟ يعني شو فوائده يلي غير ربما انظمه ما بتقدر تامنها؟ هلا اكيد بما انه هو له اضرار، في اكيد له فوائد يعني معينه. هلا الفوائد او ليش تروج بشكل كثير كبير، لانه اكيد احنا بنفوت بمرحله الكيتوسيس ديبلي، فبالتالي حصير في عندنا خساره وزن كثير كبيره بفتره جدا قصيره. فهذا الشيء الناس اول شيء اصلا بتلاقي بده شيء سهل كثير، فتره كثير قصيره يعني ينزل اكبر قدر من الدهون. هذا اول شيء. ثاني شيء كتير يعتبر ميزة عند بعض الأشخاص اللي بيكون عندهم حساسيات. فهو بيشتغل على الإليمينيشن أوف فود، إنه نحن نشيل بعض أنواع الأكل مثل مثلا بشكل تام. exactly. يعني إذا عندي حساسية عليهم أنا راح أتجنبها، مثل خصوصا الفواكه، الخضار، المكسرات، الجلوتين والقمح اللي هم أصلا يعني بشكل أساسي بيعمل حساسية للبشرة. فممكن يساعد هدول الأشخاص لتهدئة جهازهم المناعي أكيد لفترة يعني أثناء مراقبة يعني من طرف أخصائي تغذية. كمان بيساعد إنه الأشخاص اللي عملوه، طبعا كل الدراسه هلا ما فينا نحكي نجزم انه في والله دراسات واضحه نحن فينا نمشي، صح، على هذا النظام الغذائي. جميع الاشياء اللي طلعت او الدراسات البسيطه اللي طلعت هي عن تجارب شخصيه فقط. وفي عندنا طبعا كمان من اكثر الاشخاص اللي روجوا لهذا النظام اللي هو الدكتور شون بيكر، هو دكتور عظام امريكي كتير بنصح مرضى الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالمفاصل بالعظام، الأشخاص اللي عندهم autoimmune diseases أو الأمراض المناعية مثل مثلا الروماتيزم، كتير بيساعدهم النظام بوجهة نظره أكيد. حتى الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالسكري أو مقاومة أنسولين كتير بيساعد بتنظيم. إحنا أول شيء لما نقطع أصلا الكربوهيدرات أكيد رح يعني نحسن مستويات السكر بالدم وحساسية الخلايا للأنسولين. يمكن هيدا يعني كتير شوي على القليل بمراحل الأولى من دوكان يلي كمان أخذ شهرة كتير كبيرة، أنه بنتناول فقط البروتينات من اللحوم، بس كمان طلع كتير إذا بدك من الأسئلة حول أمر معين، إنه ربما تناول اللحوم لأنه ما عم ناخد كاربز بنتخلص شوي من المي اللي بتكون محروسة بالجسم بأنه ما في كربوهيدرات، وبالتالي يعني بيظهر على الإنسان بشكل واضح وبطريقة سريعة أنه خسر وزن 100%. بس إلى أي مدى برأيي كمان هيدا الموضوع كمان ممكن يكون مؤذي، أنه أنا كمان عم بفقد التوازن حتى بخسارة الماء، لأنه عم بسرعة عم بخسر الماء. هلا أنا بالنسبة لي حتى يعني ممكن هذا الموضوع يأثر على ضغط الدم، لأنه أصلا نحن ما عم ناخد كمية الفيتامينات والمعادن المناسبة، فبصير في عنا خلل بالشوارد الموجودة بالجسم. مع خسارة المي اللي بتكون موجودة داخل الخلايا، هذا الشيء ممكن يأثر على ضغط الدم، ويصير الأشخاص عندهم يعني غير أنه ارتفاع بضغط الدم بسبب الساتوريتد فات اللي ممكن يصير والارتفاع بالكوليسترول، ممكن كم أو بسبب طبعا أكيد كمية الأملاح اللي بتكون موجودة بهاي اللحوم، ممكن خسارة كميات مية منيحة مع خسارة المي هاي بيكون في عنا خسارة أملاح، خسارة معادن اللي ممكن تعمل لنا نحكي انخفاض بضغط الدم. فهو بكل الحالات ممكن يعمل لنا فعليا سلبيات، صح، للجسم. ولكن أنا مع النظام القليل النشويات، ولكن بمراقبة أكيد. يكون في تنوع بالنظام الغذائي بصراحة، يعني خصوصا أنه الخضار والفواكه هي أحد الشغلات اللي بتعطينا الالياف، صح، الفيتامينات والمعادن. صح. يعني عم نحكي من الواضح جدا انه هيدا النظام ما انه مستدام، ما في ضل انسان عم يمكن مثلا بيعملوا لكم يوم تحت اشراف طبي بظروف معينه، بس ما بيقدر يكون نظام مستدام على المدى الطويل، لانه حتى الانسان بمل من تناول exactly. نفس الوجبات بغض النظر عايزه انه غذائيا ما عم يتغذى، حتى الانسان ممكن يمل من تناول، لانه قد ايه في يتناول فقط لحمه ودجاج وسمك على قد ايه المده. وعلى فكره حتى بسبب الملل اللي عم بيصير في اشخاص بياخذوا هاي الشيء ميزه، يعني بعض انواع الاشخاص اللي روجوا كثير لهذا النظام او مع هذا النظام، انت بتعرف انه ما في لا خضار ولا فواكه، ما في صوصات بهذا النظام، ففعليا انت بتاكل لحوم ناشفه اكزاكتلي. ولازم تكون كميه كثير كبيره، فمع المضغ بيكون صعب، طريقه الهضم بتكون صعبه، اصلا الشخص بمل وهو عم بياكل، فبيضطر يصير ياكل كميات
قليلة. فإحنا مش بس دخلنا أن الشخص قاطع أغلب أنواع الأكل المفيد، ولكن نفس الوقت حتى الكمية اللي لازم يأكلها بصير يأكل كميات صح. أقل، يعني حتى شهيته بتقل وبصير يأخذ كميات أقل، يعني عم يعمل مثل ما بيقولوا عم بيعاقب حاله 100% فعليا. يعني صراحة هي يعني أنا هيك بشوفها، يعني واحد حتى صار الكمية اللي عم يأكلها أقل ما بكتير من اللازم، ما عم يستلز حتى 100% يستلز حتى فيها. طيب شو هي نصايحك؟ لأنه بعرف ورغم إذا بدك كل مرات المقابلات اللي بنجريها مع أخصائيين تغذية بنشوف إنه في ناس بتتكل على الإنترنت وبتبلش حمية غذائية. صحيح. حكينا عن الأخطار، حكينا ربما عن بعض إذا بدك الفوائد للحلول السريعة. Exactly. بس شو هي نصايحك للناس قبل البدء بمثل هالحمية الغذائية؟ أنا كأخصائية تغذية دائما أنا مع النظام الغذائي المتكامل المتوازن اللي فيه جميع أنواع اللحوم، الدواجن، الأسماك، الخضار، الفواكه، البقوليات، ومع التنويع يوميا بالغذاء تبعنا. يعني أنا لدرجة أني بنصح المرضى تبعوني أنه حتى أنواع الفواكه ما نركز على نوع واحد، على نوع واحد، ودائما نركز على الفواكه والخضار الموسمية لحتى ناخذ أكبر فائدة. في حال نحن حبينا نجرب، سمعنا عن نظام وحبينا نجرب، مو غلط أبدا أن نستشير أخصائي تغذية بيكون فاهم بهذا المجال، يدرس حالتك بالضبط، يشوف في حال حالتك مناسبة أنه تطبق هذا النظام ولا لا، وفي حال حبينا نطبقه أو فعلا حسينا الحالة ممكن نطبقها، ممكن نعملها لفترة كتير محدودة. إذا نيجي نقارن بين الكيتو دايت وبين الكارنيفور دايت، بالنسبة لي لا، بمشي مع الشخص على الكيتو دايت لأنه حتى 5% فيها بعض أنواع الفواكه، بعض أنواع الخضار واللحوم المتنوعة والأجبان اللي إحنا فينا نأخذها، فصراحة هو متنوع أكثر من الكارنيفور دايت. شكرا لك ميدا مهنا، الاختصاصية في التغذية العلاجية في مركز ماربل الطبي، لمشاركتنا كل هذه النصائح. So شكرا جزيلا لك.